برأيكم كيف يمكن التقليل من الفوارق المجالية بين الجهات وحتى بين المناطق داخل نفس الجهة؟ أولا هذا سؤال واجه، لأن ملي كنقولوا التقليل ما بين الفوارق ما بين الجهات فهذا اعتراف بأن هناك فوارق بين الجهات. مزيان، هاد الجهات هذه يعني ملي المغرب قرر أنه هو يعمل هاد الجهوية بين قوسين الموسعة لواحد الجهوية غريبة، يعني كاينه في حقيقة ملي كنشوفوا ملي كنقراو في الكتب كاينه اما كاين جهوية اما ما كايناش، كاينه شي جهوية موسعة جهوية متقدمة، حنا سميناها جهوية موسعة سميناها جهوية متقدمة، ما ولكن في أرض الواقع ما كنشوفوش هذه الجهوية تماما، لأنه ما يمكنش يكون رئيس الجهة يعني ها هو عنده يعني خصها تكون عنده صلاحيات وهذا بالقانون، ولكن في نفس الوقت كيجي واحد الشخص اللي هو معين وكي كيتحكم في هذاك الرجاء. اذا بالتالي خصنا الا بغينا نتكلموا على جهويه ونتكلموا على التقليد ديال الفوارق ما بين الجهات، اول حاجه خص تكون عندنا جهويه حقيقيه اللي هي ما عندناش في هذه الساعه هذه. وباش تكون عندنا جهويه حقيقيه خصنا اصلاح ديال الدستور، خصنا اصلاح ديال الدستور باش تكون عندنا جهويه حقيقيه، لا من ناحيه ديال التقسيم، لان التقسيم حنايا كنشوفوه يعني التقسيم ماشي هو هذاك، ما كانش من الاول مبني صحيح. وثاني حاجه باش تكون يعني الجهويه كيف ما خصها تكون وكيف ما كنشوفوها في الدول اللي كتقد تطبق الجهويه كيف ما هي، خصها تكون عندها حكومه وبرلمان جهوي، يعني جهه عندها برلمان ديالها وعندها حكومه ديالها، باش انا ذاك يمكننا نهضروا على الفوارق. اما حاليا فهاد الفوارق هذه ربما السبب الرئيسي ديالها هو ان الجهات ما كتحكم يعني ما عندهاش ما يمكنلاش يطبق المشاريع ديالها، لان اصلا ما كاينش واحد الجهويه حقيقيه، اذا كلشي كيجي من المركز ما كاينش الجهه. وبالتالي هذه نقطه اخرى اللي هي مهمه، راه هاد الجهويه اللي اذا كانت حقيقيه راه تحل واحد المشكل كبير عندنا اللي هو المشكل ديال الصحراء. لو اننا نطبقوا بصح الجهويه الحقيقيه راه هذاك المشكل ديال الصحراء غيتفسخ يعني بطريقه سلسه وسهله، ولكن خاصها تكون جهويه حقيقيه كما كنشوفوا في الدول اللي كتطبق الجهويه. بطبيعه الحال هذا من جهه، لو اننا طبقنا كيف ما قلت هذه الجهويه الحقيقيه فاكيد سيكون واحد التعاون ما بين الجهات كيف ما كنشوفوا في النماذج اللي يعني كتطبق هذه الجهويه هذه. وخصهم يكونوا برامج، يعني الاحزاب اللي كترشح مثلا في واحد الجهه وكتطلع في واحد الجهه راه كتقدم ديك البرنامج ديالها بناء على الطبيعه ديال ديك الجهه، لان حنا في المغرب الحمد لله كنشوفوا عندنا يعني المناطق اللي هي ربما تكون سياحيه وهذا طيب. هذا يعني من الناحيه ديال الشواطئ وهذا كاين في الجنوب، عاود ما كاين في الجنوب مثلا يعني منطقه اللي غتكون مثلا بحال قلت يعني الصحراء غتكون عاود من هذا الاقتصاد ديالها قائم على هذا اللي كاين في ديك المنطقه، اذا كل جهه غتكون، ولكن في نفس الوقت كيكون واحد النوع ديال التعاون بين الجهات وهذا كاين يعني كاين حتى في القانون ديال الجهات ولكن شكرا جزيلا لك استاذ عمر.